بشعار الشرقي بن حمودة بن زفنة بن سهير الحرسوسي حقق ناموس هذا الشوط وانتزع وفاز بأول الأشواط الرئيسية مهديا أبناء الإمارات ناموسا صباحيا مميزا مع هذا الشعار الكبير. تهانينا والناموس يسجل ويدون باسم الحرسوسي. إذن هذه انطلاقة ثالث أشواط هذه الفترة الصباحية مع هذا الانطلاق الموفق لسن الجذاع وهذه الانطلاقة ويتواصل زميلي سعيد المالكي معلقا على هذا الشوط. شكرا للزميل مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق شوطنا الثالث الخاص بالإذاعة الأبكار، شوط خاص بالإنتاج والمنتجين مشاهدينا متابعينا الكرام ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير مهرجان سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. مسافتنا هي 6 كيلومترات، هي المسافة التي قررت من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة لسن الإذاعة. نسير مع هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. مباشرة مع البداية مع المركز الأول نشوف هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة والباحثة عن تسجيل نقطة مميزة في صباح هذا اليوم. مباشرة مع المركز الأول تهدية بشعار ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، من يقدم لنا تهدية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني وصول وتقدم من الشكلة حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، من يقدم لنا الشكلة بتحدياته المميزة والكبيرة مع ثاني الأسماء. بينما المركز الثالث وتابع التقدم والوصول من منصورة محمد بن حماد بن سالم الكتبي، من يقدم لنا منصورة مع المركز الثالث والمركز الرابع وصول وتقدم من معركة جار الله بن سالم بن مسعود أبو شريدة، مقدمة لنا معركة مع المركز الرابع والمركز الخامس شعار القمر الحاضر والمنطلق مع المركز الخامس، مقدما لنا الوطن محمد بن صالح بن حمد القمرة. هنا من يأتي مع خامس الأسماء، هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. هذه الشعارات التي توافدت من شتى دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة هنا في أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة حرصا على المشاركة في هذا المهرجان الكبير في هذا الختام أيضا الذي يحمل لنا هذه الأسماء والشعارات الكبيرة. عودة هناك مع البداية مع المركز الأول وصدارة الشوط والبداية وما تحمل لنا من تحديات مميزة وكبيرة. تهدية بشعار هنا ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، مقدمة لنا شعاره وتحدياته المميزة والكبيرة مع المركز الأول. بينما ثاني الأسماء وتابع التقدم والوصول من الشكلة حمد بن عبد الله بن راشد الزعبياتي ليقدم لنا أيضا انطلاقة واندفاعة الشكلة مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصول وتقدم من منصورة بشعار محمد بن حماد بن سالم الكتبي، مقدمة لنا أيضا شعار المميز مع ثالث الأسماء. هنا من خلال تقدم منصورة مع المركز الثالث والمركز الرابع، هنا من تصل أيضا وتتقدم في هذه اللحظات بشعار أبو شريدة معركة جار الله بن سالم بن مسعود. أبو شريدة يأتي ليقدم لنا أيضا شعاره هنا مع رابع الأسماء والمركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من ضي راشد بن علي بن سعيد بن شفيع الف هيدة، مقدمة لنا ضي ولكن حصل دخول من شودة عامر بن علي بن عامر الف هيدة
المري يصلي يقدم لنا أيضا انطلاقة شودة من خلال تقدم هذا الاسم المميز وهذا الاسم التاريخ الكبير هنا يحضر شعار ابن طفلة ليقدم لنا أحد الأسماء المميزة والكبيرة هنا في هذا المسار الرائع والجميل. تجاوزنا 3 كيلومترات يعني انتصاف المسافة مشاهدينا متابعينا الكرام. تبقى لنا 3 كيلومترات تحمل لنا كل المنافسة وكل التحديات المميزة والكبيرة. عودة هناك مع الصدارة، عودة مع المركز الأول، مع اللي غيرت وانتقل انتقالة مباشرة إلى صدارة هذا الشوط. هنا البداية منصور آخر الأسماء المدونة معانا في كشف النداء والإذاعة وهي تتصدر الجموع هنا من خلال حضورها المميز والكبير محمد بن حماد بن سالم الاكتبي، من يقدم لنا منصورة بتحدياتها المميزة والكبيرة مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني الشكل الحاضرة والمنطلقة هنا مع المركز الثاني تتقدم بشعار حمد بن عبد الله بن راشد الزعبياتي ليقدم لنا الشكل مع المركز الثاني والمركز الثالث. يا سلام، هذا الشوط يحمل لنا أسماء تاريخية مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع المركز الثالث وصول هناك من تهدي ناصر بن نهار بن ناصر النعيمي مع المركز الثالث والمركز الرابع. وصول من معركة جار الله بن سالم بن مسعود أبو شريدة ياتي ليقدم لنا معركة مع المركز الرابع والمركز الخامس. شودة هنا الحاضرة والمنطلقة مع المركز الخامس. عامر بن علي بن عامر الفهيدة المري مقدم لنا شودة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات المميزة والكبيرة مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الأصالة، محبين رياضة سباقات الأجن العربية الأصيلة. أشوف الأسماء هنا الحاضرة والمنطلقة مشاهدينا متابعينا الكرام، أسماء كبيرة وشعارات مميزة تشارك في هذه الانطلاقة المميزة. الكل يطمع والكل يبحث عن تسجيل نقطة مميزة هنا في هذا الصباح وفي هذا المهرجان السنوي الكبير. عودة مع البداية، عودة مع الصدارة، منصورة هناك مع البداية تقود الأسماء والتحديات الأولى بشعار محمد بن حماد بن سالم الاكتبي، من يقدم لنا شعاره المميز هنا ليكون هو القائد لهذه المسيرة المميزة مشاهدينا متابعينا الكرام. مع البداية مع المركز الأول، بينما ثانية الأسماء الشكلة حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي مقدما لنا الشكلة والمركز الثالث. وصول وصول وتقدم مشاهدينا الكرام، شوف اللي قادمة، وصلت شودة عامر بن علي الفهيدة المري، ومن الجانب الآخر وصلت هنا تهدية ناصر بن نهار بن ماجد النعيمي. ولكن شوف الأسماء، شوف الأسماء، وصل شعار الزبداني هنا أيضا مقدما لنا حضور أو شعار أبو شريدة هنا الحاضر والمنطلق. ومن الجانب الآخر وصلت هنا طواري جابر بن ناصر محمد بن ثاقبة يصل أيضا ليقدم طواري. وصل شعار العتيبي يصل هنا مع شيء سعد بن متلع بن مسلي المقاطي العتيبي مقدم لنا شيء. الله يا سلام، ولع الشوط، ولع الشوط هنا مشاهدين الكرام. السيارة بالانتظار جم السيرة بكب هناك الحاضرة، من تنتظر مشاهدين الكرام الأجواء النهائية والأخيرة. يا سلام، البداية وصدارة الشوط هنا المركز الأول، الشكلة اللي غيرت وانتزعت المركز الأول في هذه اللحظات حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي مع البداية مع المركز الأول. ثانية الأسماء، شوف اللي غيرت، شوف اللي انتقلت إلى الصدارة هنا مشاهدين الكرام، طواري جابر بن ناصر محمد بن ثاقبة. الله يا سلام، شوف المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات وتقدمت الغربية محمد بن راشد بن حميد الضحاك المنصوري يصل في أول نداء مقدما لنا الغربية، قادمة من الغربية بدولة الإمارات. الله الله، ولكن شوف هنا مع المركز الثالث عادت هنا منصورة محمد بن حماد بن سالم الاكتبي، ولكن عودة، عودة مع البداية، عودة مع الصدارة. شوف القدوم أيضا والوصول هناك شواهين محمد بن حزمي بن قناص العامري، ولكن هنا البداية، هنا المركز الأول. الله الله الله، طارت هنا مشاهدينا الكرام، طارت هنا طواري جابر بن ناصر محمد بن ثاقبة. سلام بن ثاقبة، سلام سلام طواري، أسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت الغربية محمد بن راشد بن حميد الضحاك المنصوري. المركز الثالث وصلت منصور محمد بن حماد بن سالم الاكتبي، والمركز الرابع
المركز الرابع كان الوصول من شواهين محمد بن حزمي بن قناص العامري. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت الشكلة حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر الطواري بحضور الكبار مهدية هذا الناموس والانتصار إلى جابر بن ناصر محمد بن ثاقبة. تهانينا والناموس، 9:10 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني وصلت هنا مشاهدينا الكرام الغربية محمد بن راشد الحميد الضحاك المنصوري، بينما المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من منصورة. توقيتها الزمني أيضا 9:12 22 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس محمد بن حماد بن سالم الكتبي. تهانينا والناموس للجميع.